الرحيم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح كتاب تصميم قواعد البيانات. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نتطرق إلى موضوع هو موضوع مهم جدا يتعلق بالخطوة التالية التي تأتي بعد تصميم مخطط الـ ERD أو الـ Entity Relationship Diagram. الخطوة التي تلي بعد تصميم هذا المخطط هي تحويله إلى ماذا؟ إلى جداول، إلى Tables، بمعنى أننا سوف نتدرج في المراحل حتى نصل إلى المرحلة النهائية التفصيلية التي تحتوي على الجداول الأخيرة التي سوف يتم إنشاؤها في قاعدة البيانات، وإلى القيود المفروضة على الحقول وإلى أنواع الحقول وما إلى ذلك. الخطوة إذن التالية هي تحويل ماذا؟ مخطط الـ ERD إلى جداول. نبدأ على بركة الله. قمنا بتوضيحها في مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى وهي تحويل كل كلمة Entity إلى جدول، وتحويل كل خاصية Attribute من خصائصها إلى ماذا؟ إلى حقول. دعونا نلاحظ هذا المثال. هذا المثال الظاهر أمامنا الآن وهو يتكون من ماذا؟ من Entity اسمها Department، ولديها عدد ثلاثة من الحقول، لديها Location، ولديها Name، ولديها ID الذي هو Main Attribute خاصية رئيسية. إذن الخطوة تقول هنا بأننا نقوم بتحويل الكينونة Entity إلى جدول. إذن لدينا Department سوف يتم تحويله إلى جدول، وسوف يتم بعد ذلك تحويل كل خاصية أتريبيوت إلى ماذا؟ إلى حقل. إذن لدينا جدول يتكون من 1، 2، 3 حقول. إذن سوف تصبح بهذا الشكل، يصبح هنا اسم الجدول وهنا الحقول التي يتكون منها هذا الجدول، ولا ننسى وضع خط تحت هذا الحقل لكي يصبح هنا يتغير مسماه من مين أتريبيوت هنا أو خاصية رئيسية، ويصبح هنا بالمسمى المتعارف عليه بالبرايمري كي أو المفتاح الأساسي. أوكي، إذن البداية سهلة جدا، نقوم بالتوجه إلى المخطط وثم نقوم بتحويل كل Entity إلى جدول، ونقوم بتحويل كل Attribute إلى ماذا؟ إلى حقل. أوكي، هنا لدينا بعض الملاحظات المهمة. الأخذ بعين الاعتبار وعدم نسيان كل من ماذا؟ البرايمري كي كما وضحنا في الفيديو في منذ قليل، والمفتاح الخارجي الفورين كي وهو الذي سوف نقوم بإنشائه هنا. إذن لدينا الآن هذا الشكل الظاهر أمامنا، يتكون من ماذا؟ يتكون من كم Entity؟ 1، 2. إذن لدينا 2 Entity، سوف يكون لدينا ماذا؟ جدولان 2. أوكي، نبدأ بشكل بسيط بهذه الانتيتي وبهذه الحقول. بهذا الشكل سوف ينتج لدينا جدول الديبارتمنت، ويتكون من المفتاح الأساسي الID، الحقل name، والحقل location. ثم في الناحية الأخرى سوف ينتج لدينا جدول ماذا؟ جدول الامبلوي وهو هنا اسم الجدول، ويتكون من حقل 2، 3. هذا الحقل هو عبارة عن حقل مركب، إذن ماذا؟ 4، 5، وأخيرا الحقل السالري هو السادس. إذن الكومبوزيت يتم تمثيلها بالحقول بشكل تفصيلي بواسطة الحقول التي يتكون منها، ولا ننسى ماذا؟ ننسى المفتاح الأساسي هنا. أوكي، أصبح لدينا الآن جدول 2. ماذا لدينا بين هذين الجدولين؟ لدينا علاقتين، لدينا علاقة 1 to 1 ولدينا علاقة 1 to many. لابد أن يتم تمثيل هذه العلاقة في بين الجدولين باستخدام ما يسمى بماذا؟ بالفورينكي. الفورينكي هو الذي يستخدم في إنشاء العلاقة، سمي بالمفتاح الخارجي أو بالمفتاح الأجنبي أو بالمفتاح الغريب. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى جدول معين ويتم وضعه في جدول آخر ليصبح مفتاح غريب. على أي حال دعونا نبدأ بالعلاقات الأبسط تمثيلا، وهي ماذا؟ وهي الوان تو ميني، وهي علاقة works for، يعمل لأجل أو يعمل فيه. إذن لدينا هنا القسم الواحد يعمل فيه أكثر من ماذا؟ من موظف. إذن هذه العلاقة هي one to many. كيف نقوم بتمثيل هذه العلاقة بشكل فعلي؟ نقوم بماذا؟ بأخذ المفتاح الأساسي المسمى بـ ID من جدول department، ونقوم بوضعه ماذا؟ في جدول إيش؟ الامبلوي. مع هذه الحقول نقوم بإضافة حقل سابع جديد يسمى ماذا؟ يسمى الـ ID.
ولكن لا نقوم بتسميته باسم الاي دي لان لدينا هنا حقل ايضا اسمه اي دي. نقوم بتغيير بسيط في الاسم، نقوم بتسميته بماذا؟ بديب اي دي او ديبارتمنت اي دي. وعادة المفتاح الخارجي لديه ستايل معين في الكتابة underscore لكي يتم توضيح أو لفت الانتباه إلى أن هذا الجدول، هذا الحقل عفوا، هو عبارة عن حقل مفتاح خارجي ولا ينتمي وليس لك بقية الحقول. إذا عند مشاهدة حقل يحتوي على underscore عادة هذا الستايل يشير إلى أن هذا مفتاح ماذا؟ مفتاح خارجي. هذا المفتاح الخارجي آتي من جدول الديبارتمنت. إذا هنا الـ 1 وهنا ماذا؟ هنا الميني. بهذا الشكل نقوم بقصد أنشأنا علاقة ماذا؟ 1 to many ما بين جدول الديبارتمنت وما بين جدول الامبلوي. أخذنا البرايمري كي من هنا من جدول الديبارتمنت وقمنا بوضعه في جدول ماذا؟ جدول الامبلوي. اوكي، لدينا الان العلاقة الثانية وهي علاقة ماذا؟ علاقة منجس، علاقة يدير، وهي عبارة عن علاقة 1 to 1، 1 للديبارتمنت و 1 للإمبلوي، بحكم ان كل مدير يقوم بإدارة قسم واحد وكل قسم يقوم بإدارته مدير واحد فقط. اذا في هذه الحالة سوف نقوم بأخذ البرايمري كي الخاص بماذا؟ بالموظف هنا، ونقوم بوضعه في جدول ماذا؟ في جدول الديبارتمنت لكي ينشئ لنا علاقة 1 to 1. اذا نقوم بإضافة الامبلوي اي دي كما هو ظاهر امامنا الان الاندرسكور، وهو عبارة عن مفتاح خارجي آتي من ماذا؟ من جدول الامبلوي لكي تصبح لدينا علاقة ماذا؟ علاقة 1 to 1. كيف نميز فعليا عند القيام بتطبيق عملي بأن تصبح هذه 1 تصبح هذه 1؟ بأن يكون هذا الحقل طبعا لأنه برايمري كي سوف يكون يونيك لا يتكرر بقيمة خاصة به، وهنا يكون عبارة عن حقل مفتاح خارجي من نفس النوع، ولكن نقوم بإضافة الخاصية يونيك. وعند إضافة الخاصية يونيك بمعنى أنه لا يتكرر في أي سجل آخر تصبح لدينا هذه العلاقة 1 to 1. ولكن هنا هذا الحقل فقط هو الذي لا يتكرر بحكم أنه هو المفتاح الأساسي، بينما هو هنا في هذا الجدول لدينا المفتاح الخارجي هنا يتكرر، لا يوجد لدينا مشكلة لكي يمثل علاقة ماذا؟ 1 to many، بحكم أن القسم يمكن أن يتكرر هنا أكثر من مرة لأن يوجد لدينا عدد من الموظفين يعملون في ماذا؟ في نفس القسم. رقم 3 الآن نأتي إلى علاقة من النوع آخر. في الرقم السابق قمنا بتمثيل بتوضيح كيفية تمثيل الـ 1 to 1 والـ 1 to many، بينما الآن سوف نتحول إلى ماذا؟ إلى نوع آخر من العلاقات وهو متعدد إلى متعدد many to many. لدينا هنا البروجكت entity project ولدينا entity employee. دعونا إذا نبدأ بشكل مبسط. لدينا جدولين، جدول البروجكت وها هي الحقول التي تمثله الـ ID والـ Name والـ Budget ميزانية، ولدينا ماذا؟ جدول الـ Employee وهذه هي الحقول التي تمثله من عنوان ومرتب واسم وما إلى ذلك. موضح هنا المفتاح الأساسي لجدول الـ Employee، وموضح هنا المفتاح الأساسي لجدول ماذا؟ الـ Project. عند وجود علاقة Many to Many يجب أن تضع عزيزي المتابع قاعدة في ذهنك، وهي يجب تحويل هذه العلاقة إلى 1 to many من هذا الطرف و 1 to many من هذا الطرف، بمعنى يجب عليك إنشاء جدول ثالث لأنه لا يمكن في قواعد البيانات تمثيل ماذا؟ تمثيل العلاقات من النوع many to many. كيف أتت هذه العلاقة many to many؟ بمعنى أن هذا المشروع الواحد يعمل عليه مجموعة من الموظفين 1 to many، وأن هذا الموظف بإمكانه الاشتراك والعمل في أكثر من مشروع، أصبحت لدينا علاقة many to many. وبنسبة 80% عندما توجد هناك علاقة many to many ينتج هنالك بعض الأتريبيوت والتي سوف تصبح حقولا فيما بعد. هذه الأتريبيوت هي تنتج عبارة عن ماذا؟ لا تنتمي إلى هذا الجدول بنسبة 100% ولا تنتمي إلى هذا الجدول بنسبة 100%، أي بمعنى أنها هي نتاج
لترابط سجل من هنا وسجل من هنا، إذن فهذه تصبح ماذا؟ تصبح كأنها تنتمي إلى هذين الجدولين، فنقوم بوضعها في جدول ثالث. هذا الجدول الثالث يمكن تسميته باسم ماذا؟ Employee Project. Employee Project وهو يتم أو يمثل العلاقة المسماة بماذا؟ بـ Many to Many. بالإمكان تخيل هذا المثال في شكل مثال آخر. لدينا هنا الطالب ولدينا هنا المادة. الطالب يدرس أكثر من مادة، إذن هي one to many، ولدينا المادة يدرسها أكثر من طالب، إذن هي one to many من الناحية الأخرى، أصبحت ماذا؟ many to many. فعندما يدرس الطالب مجموعة من المواد والمادة يدرسها مجموعة من الطلبة، ينتج لدينا في المنتصف هنا جدول يسمى ماذا؟ جدول الدرجات. إذن عند رؤية علاقة many to many، فيجب عليك عزيزي المتابع أو عزيزي المشاهد أن تقوم بتفكيك هذه العلاقة بوضع جدول في المنتصف. هذا الجدول في المنتصف يتكون من ماذا؟ يتكون من الـ ID الخاص بالإمبلوي. هنا المفتاح الأساسي يوضع هنا في شكل مفتاح خارجي، ويتكون من الـ ID الخاص بالإنتيتي الأخرى أو الجدول الآخر. الخاص بالبروجكت اي دي يتم وضعه هنا. إذن المكونين الأساسيين هما المفتاح الأساسي من هذا الجدول والمفتاح الأساسي من هذا الجدول، يتم وضعهما ماذا؟ في الجدول الجديد. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الخصائص الناتجة، سواء كان لدينا خاصية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يتم وضعها ماذا؟ في هذا الجدول لتكون تبعا لهذا الجدول. إذن بهذه الصيغة أو بهذه التحويل أصبح لدينا علاقة one to many من البروجكت الى الامبلوي بروجكت، واصبح لدينا في الناحية الثانية علاقة ماذا؟ one to many من الامبلوي الى الامبلوي ماذا؟ بروجكت. اذا عندما يقوم الموظف معين بالعمل هنا على مشروع معين، يجب ان نقوم بتسجيل التاريخ بداية العمل بالنسبة لمن؟ لهذا الموظف في هذا المشروع. اذا اصبح هذا الشكل هو الشكل الدقيق أو الشكل الصحيح. ماذا عن المفتاح الخارجي؟ ماذا عن المفتاح الأساسي الذي يجب أن يكون خاص بهذا الجدول؟ المفتاح الأساسي الذي يكون خاص بهذا الجدول هو ماذا؟ هو في الأغلب يكون عبارة عن مفتاح مركب من حقلين اثنين. قد تم دراسة هذا الموضوع في الفصل السابق تقريبا. عند اختيار هذين الحقلين وهو المفتاحين الخارجيين مع بعضهما لكي يصبح المفتاح الأساسي. في حالة تعذر الحصول على قيمة لا تتكرر، نقوم بأخذ الحقل الثالث. في حالة عدم الحصول أو عدم إيجاد قيمة لا تتكرر، نقوم باختراع حقل جديد هنا يسمى ترقيم تلقائي أو يسمى يونيك ايدنتيفاير او حسب الانواع التي يعطيها السيستم قيم افتراضية. ولكن مبدئيا نقوم باختيار المفتاح الخارجي هنا والمفتاح الخارجي الاخر مع بعضهما يكونان قيمة لا تتكرر، بمعنى الموظف رقم واحد وهنا المشروع رقم واحد، لا يتكرر واحد وواحد مرة اخرى مع بعضهما. رقم اربعة الان لدينا ماذا؟ لدينا تحويل العلاقة الأحادية في المخطط إلى جدول. هذا عبارة عن Entity. Entity تتكون من مجموعة من الاتريبيوت ولديها علاقة أحادية مع نفسها Supervisors، أن الموظفين لديهم مشرف ويقوم بالإشراف على عدد من ماذا؟ من الموظفين. كيف يتم تمثيل هذه العلاقة؟ لدينا نقوم بداية بوضع كافة الحقول هنا، وبحكم أن لديه علاقة مع نفسه، إذن يجب أن يتكرر هذا البرايمري كي مرة أخرى في الجدول، ولكن يكون بشكل ماذا؟ ويكون في شكل أو في صيغة فورين كي، بمعنى أنه لديه علاقة لكن مع نفسه. بهذا الشكل تصبح لدينا علاقة ماذا؟ علاقة one to many ولكن داخل الجدول نفسه. وكما نوهنا من قبل في فيديوهات سابقة أن هذا النوع من العلاقات هو نوع نادر الوجود في أنظمة قواعد البيانات. إذن بتطبيق كل ما سبق أصبح بإمكاننا تحويل هذا المخطط الخاص بسيناريو الشركة الذي تم دراسته في فيديوهات سابقة إلى جداول. لدينا الآن
واحد اثنان ثلاثة أربع جداول، وكم لدينا علاقة ميني تو ميني؟ لدينا علاقة ميني تو ميني واحدة هنا، إذن أصبح هذا هو ماذا؟ هو الجدول الخامس. إذن عند العمل على تحويل هذا المخطط يصبح بالشكل التالي: لدينا الجدول الأول ديبارتمنت، ولدينا الجدول الثاني الإمبلوي، لدينا علاقة ما بين الديبارتمنت والإمبلوي وهي علاقة يعمل 1 تو ميني، ولدينا ماذا؟ لدينا علاقة 1 تو 1 وهي علاقة يدير ما بين الإمبلوي وما بين الديبارتمنت، علاقة إدارة. ولدينا بعد ذلك علاقة أحادية، علاقة الجدول مع نفسه وهي علاقة 1 تو ميني داخل جدول الإمبلوي. ثم بعد ذلك لدينا الديبندنت أو الأشخاص الذين يقوم الموظف بإعالتهم، وهي علاقة ماذا؟ علاقة 1 تو ميني من ماذا؟ من جدول الإمبلوي إلى جدول ماذا؟ إلى جدول الأشخاص الذين يقوم بإعالته. كما وضحنا من قبل أن هذا الانتيتي كان جدول ويك انتيتي، فهو لو نلاحظ أنه لا يوجد حقل بالإمكان الاستعانة به لكي يصبح عبارة عن برايمري كي. إذن في بعض الحالات نلجأ إلى حقل يسمى ترقيم تلقائي أو يونيك ايدنتيفاير أو سيكونس أو ما إلى ذلك للحصول على أرقام أو للحصول على سجلات مميزة، لأننا بهذا الشكل لن نستطيع الوصول إلى سجل مباشر عن طريق الفورين كي أو عن طريق الاسم. نكمل. لدينا الآن جدول المشروع. جدول المشروع يرتبط بعلاقة مع القسم، بحيث أن هذا القسم الديبارتمنت الظاهر أمامنا يقوم بإدارة العديد من المشاريع، إذن فهي علاقة 1 تو ميني من الاي دي الخاص بالديبارتمنت إلى الديب اي دي في جدول المشروع. إذن هذه العلاقة هي علاقة 1 تو ميني. ولدينا العلاقة التي شرحناها في منذ قليل، وهي العلاقة ميني تو ميني ما بين جدول البروجكت وما بين جدول ماذا؟ الامبلوي، حيث ينتج لدينا جدول في المنتصف اسمه امبلوي بروجكت، وهي تصبح بهذا الشكل 1 تو ميني من هذه الناحية و 1 تو ميني من هذه من الناحية الأخرى. ولا ننسى وضع البرايمري كي للجدول الجديد، وهو في الأغلب يتكون من ماذا؟ من الفورين كيز خاصة أو الموجودة في هذا الجدول. إذا قمنا في هذه المحاضرة بمعرفة كيفية تحويل مخطط الـ ARD إلى جداول. هذه الصيغة الآن ليست هي الصيغة النهائية التي سوف يتم إنشاء قاعدة البيانات بها، حيث يجب أن تمر هذه الجداول بمرحلة أخرى تسمى التطبيع أو التسوية، أو متعرف بالإنجليزية بـ النورماليزيشن، لكي تصل إلى الشكل النهائي المقبول والتي سوف يتم بها إنشاء قاعدة البيانات. أوكي، إلى الآن نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أنا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من بعض هذه المعلومات فيما يتعلق بتحويل مخطط الـ ARD إلى جداول. نلتقي بكم في فيديو جديد بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله.